استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر القضيبية صباح اليوم جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر سلطان وحاكم ولاية وإقليم جوهور دار التعظيم بماليزيا الشقيقة. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر إلى مملكة البحرين وأهميتها في تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، منوها سموه بالدور الرائد الذي يطلع به جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفي تعظيم الإنجازات الماليزية الوطنية ودعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في العالم. فيما أشاد جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر بما حققته المملكة من تطور وتقدم حضاري على كافة الأصعدة، وما يجسد عمق مسيرتها التنموية ونجاح الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في وضع الأسس المتينة التي تقود المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارا. وأكد لسموه أنه سيوجه المسؤولين بالحكومة الماليزية للاستفادة من تجربة مملكة البحرين التنموية التي تقودها الحكومة بكل كفاءة واقتدار. وعبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياح لما تشهده العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وإقليم جوهور دار التعظيم بماليزيا الشقيقة من تنام وتطور مستمر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين قيادتي البلدين والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة لتطوير أفق التعاون واستكشاف الفرص الواعدة لترسيخ الشراكة القائمة بين البلدين، لا سيما في المشروعات الاستثمارية والتجارية التي تسهم في دفع مسيرة النماء وتلبي تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة، مشيدا سمو بما حققته مملكة ماليزيا الشقيقة من نهضة شاملة في كافة القطاعات ومستويات متقدمة في النمو المتصاعد جعلت منها نموذجا تنمويا ملهما في محيط دول الأسيان، والتي تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بتنمية روابط الصداقة والتعاون معها في مختلف المجالات. من جانبه أشاد جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر بجهود ومساعي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتقوية أواصر العلاقات الطيبة التي تجمع بين ماليزيا والبحرين، منوها بدور سموه في تعزيز التعاون وتوثيقه بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول الآسيان.